خليني ارحب بدكتور شريف الجبلي رئيس شركه الصناعات الكيميائيه باتحاد الصناعات. مساء الخير دكتور شريف. اخيرا يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. قبل ما ادخل في تفاصيل ما تم صباحا مع سياده الرئيس وفي العرض اللي حضرتك قلته، انا شويه لخصت بشكل بسيط كده فكره ازاي الدول ما يبقاش عندها مشكله في العمله. طبعا حضرتك يعني وضحتي الامر بصوره جيده جدا، وده اللي دلوقتي احنا بنفكر فيه. يعني احنا لو الدوله والقطاع الخاص يتعاونوا مع بعض على حل هذه المشكله. يعني نعم، فالنهارده انا طبعا احنا كمان تعلمنا في جائحه كورونا والحرب الاوكرانيه الروسيه ان سلاسل الامداد ساعات بتنقطع كده، وبالتالي ممكن بلد مش مجرد ده مش قادر يستورد، لا مش لاقي، ما فيش البضاعة ما توصلش. يعني مش موضوع بقى مبقاش عمله. تخيل حتى لو انت عندك عمله انت مش عارف تجيب البضاعه. دي ازمه تانية. خطوط ملاحه اتقطعت، حاجه حصلت، ما ساعتها ما زي ما حصل في القمح فتره معينه. نعم، دي الازمات اللي بتقابل الدول. كان مثال جيد جدا في هذا الموضوع. يعني نعم، طبعا ان احنا ننتج بقدر الامكان ما ممكن ننتجه بصوره محليه. ايوه، ده هدف منشود، وسياده الرئيس اكد قال انا يهمني ان انا اغطي السوق المحلي في الاول. ايوه جدا، وطبعا زي ما حضرتك قلت لو فائض طبعا يبقى كويس، نقدر نحقق هدف ال 100 مليار صادرات. نعم، فده هو لذلك بقى جات مبادرة ابدأ. أيوة، اللي هي مبادرة لأن الرئيس بيقول لك أنا مستعد أخش معاك كقطاع خاص وسند ومول. أيوة، وسهل إجراءات، ومش داخل يزاحم على فكرة. لا لا، هو لا داخل يسند. داخل يسند ويشارك. فبالتالي المبادرة دي هتدي زي ما يقولوا ايه بالانجليزي فاست تراك، يعني الصناعه هتديها سريع، يعني هتدي خط سريع كده للصناعه المصريه ما تتعطلش. لان خدي بالك جزء كبير حضرتك من اللي بيضيع بيبقى جزء ضايع في الاجراءات البيروقراطيه. ايوه طبعا، المشاريع. ما احنا كمان لو حضرتك فاكر يا دكتور شريف، ما هو ياما حصلت مبادرات قبل كده ما كملناش فيها، يعني في حكومات سابقه حصلت مبادرات ما كملناش. ليه؟ لانه كانت البيروقراطيه القاتله بتعدم اي حلم ممكن حد يتصوره. يعني ده الرئيس حتى قال في كلام النهارده انا كنت بفكر وانا جاي ان انا اعمل وحده عندي في الرياض. تخيل، عشان عشان كل ده راجل عاوز يسهل يعني المواضيع، لانه شايف حاجات بتتعطل على الفاضي. يعني وده بيأخرنا جدا وبيضيع منا فرص كتير. طبعا صحيح. طيب كلمني عن مصنع الدقهلية للأعلاف، ليه هبدأ مع حضرتك كلام ده؟ لأنه في عرض حضرتك صباحا أمام مجموع الحضور وسيادة الرئيس، ناس كتيرة اتفاجئت إنه في مصنع للأعلاف في إضافات الأعلاف، إضافات في بعض الأعلاف بتحب بعض الإضافات. أيوه، عشان فده ففي قولينا إيه، عبارة عن إيه؟ عبارة عن مادة بتنتج أساسا من الفوسفات اللي هو متوفر عندنا، وبنحوله لحاجة اسمها حامض فوسفوريك، وفي حاجة اسمها كربونات الكالسيوم، دي موجودة عندنا. المادتين دول ممكن ننتج منهم ما يسمى أحادي فوسفات الكالسيوم أو ثنائي فوسفات الكالسيوم، ودي مواد بتضاف على العلف بتسهل بقى إن الحيوان يقدر يمتص الغذاء بصورة أفضل، وبيمنع بعض الأمراض، يعني له ميزات اساسيه، واحنا بنستورد كميه كبيره منه كل سنه. كنا بنستوردها كلها تقريبا. كلها وبنسبه كبيره. بنستورد حوالي 70,000 طن في السنه. ايوه، ثمنهم حوالي 70 مليون دولار في السنه، حاجه كده. 70 مليون دولار في السنه. بعد اللي حضرتك عرضته النهارده بخصوص مصنع الدقهليه، تقريبا الانتاج هيفضل يعني هيبدا امتى؟ وامتى هنبقى انت في الربع الاول من 24 الربع الاول من 24 هيبقى انتج ده، فبالتالي هنقلل فاتوره الاستيراد بنسبه قد ايه؟ احنا عاملينه على 3 مراحل. ايوه، المرحله الاولى 50,000 طن، هيقلل جزء كبير جدا من الاستيراد. المرحله الثانيه 50، هيبقى عندنا استيراد وجزء تصدير.
المرحلة الثالثة هيبقى معظمه طبعا متوقع برضه استهلاك يزيد عندنا طبعا، الدواجن والحاجات دي تزيد عندنا مع الزيادة السكانية. معمول حساب ده؟ في جزء هيتصدر بعد كده يعني. تمام تمام، أقصد معمول حساب الزيادة السكانية لحد اللي هيتم ازدياد. طبعا طبعا طبعا. طيب رأي حضرتك وقول لي وجهة نظرك إيه في كلام سيادة الرئيس عن الشراكة مع المستثمرين؟ الشراكة مع مستثمرين، يعني لما قال ابدأ لو انتوا مش جاهزين انا ممكن ادخل علشان اسند، فكرة السند لغاية ما المصانع او بعض الشركات تقوم على رجلها. طبعا طبعا دي طبعا حاجة ايجابية جدا، طبعا حاجة كانت يعني من الحاجات اللي هي يعني فعلا يعني هتدي برضو ثقة جامدة جدا ان الحكومة وسيادة الرئيس شخصيا بيشجع عاوز يدي دفعة قوية للصناعة المحلية. نعم نعم طيب. يعني مفيش أكتر من كده يعني توصف أحسن من كده يعني. أيوة دكتور شريف، شايف إن مبادرة ابدأ بالفعل هي هتكون مبادرة هنحقق منها الغاية منها في النهاية، ولا في حاجات لازم تتحل في مازال مشاكل موجودة؟ لا هي مبادرة بتحل مشاكل كتير دلوقتي يعني، يعني على ارض الواقع حالت مشاكل كتير، مشاكل خاصه بالاراضي، مشاكل خاصه بالموافقات، حاجات كانت بتعطل جامد جدا على ارض الواقع يعني نفذتها الحقيقه يعني. لا يعني مبادره اعتقد دي لو المبادره دي هي مبادره جيده جدا جدا، ويا رب تستمر وتكبر كمان عن كده يعني. النهارده اصبح بعلم حضرتك النهارده عدد كبير جدا من المستثمرين المصريين اللي احنا عايزين نتكلم مع ابدا عشان عندنا مشاريع مثلا ده بعد ما خلصتوا الايفنت الصبح بعد النهارده يعني بعد عايزين الجلد الصناعي مثلا بنستورده كله من بره مثلا، قال احنا هنعمل مشروع مع الجلد الصناعي مع ابدا مثلا يعني. بدي حضرتك امثله يعني. ولي امثله تانية علشان بالفعل ده لازم حضرتك تاخد خطوات بتوصيل الاطراف مع بعض. طبعا انا راجل شريك مع ابدا في مشروع. نعم نعم. لكن النهارده الناس لما شافوا الثقه دي ابتدوا الناس تعرض انها تخش مع ابدا. انا بتمنى انه صناع مصر بالفعل يعني يشوفوا ان دي فرصه ابدا علشان الصناعه تقوم، عشان هم يشتغلوا، عشان يكسبوا، لان عندكم عماله والعماله دي لازم يبقى ليها اجور، عندكم التزامات لكن في نفس الوقت الصناعه في غايه الاهميه بالنسبه لمصر، وطبعا في الضروره لازم هتبقى ليكم. بشكرك وشكرا جزيلا، بشكرك دكتور شريف الجبل، اشكرك فندم.